رايح فين؟ بعت ابنك خلاص؟ ما عادش يهمك روحه اللي طلعت؟ عامة عبد الحكيم جوه كان ونام، بس بقى روح هات لمفيدة تقعد تخلي بالها منه، عشان أنا خلاص ماليش قعد في البيت ده. رايحة فين؟ رايحة لابني، رايحة أقعد معاه لحد ما روحي تطلع، رايحة أقوله إن أبوك باعك ولا هم. اللي عملته ده هو الصح يا ريتال؟ الصح؟ الصح إن هي تبقى في إيدك وتسيبها كده عادي؟ هتاخد جزاءها، هتتعدم. ولو ما اتعدمتش هتعمل إيه؟ تبقى هي عايشة نفس خارج ونفس داخل، وأنا النار واكلاني، مش كده؟ فهميني يا ريتال. أفهم إيه؟ أفهم إيه يا حسن؟ أفهم إن اللي قتلت ابنك كانت في إيدك وسبتها كده عادي؟ هو أنت فاكر إن هم هيعملوا لها حاجة؟ هو أنت فاكر إن هم يعني هياخدوا لك أكتر ابنك؟ مش هيحصل. هيحصل. مش هيحصل يا حسن. وحتى لو حصل هتفضل النار قايدة في قلبي. ما كانش هيدفيها غير حاجة واحدة بس. غير إن أنا أخد روحها بإيدي. تودي نفسك في داهية؟ هو أنت خفت يا حسن؟ خفت على نفسك مش كده؟ خفت تقتل نعيمة فتتحط على حبل المشنقة. حياتك أهم من دار ابنك. عايز تعيش؟ كان لازم أعرف إن أنت بتحب الدنيا زي عينيك. هو أنا إزاي تاهت عن بالي حكاية زي دي؟ استني يا ريتال. تعالي. ريتال أنا لا بحب الدنيا ولا روحي أهم من طار عبد الله. بس إحنا عندنا عيل تاني جاي، والعيل ده لازم يتربى بين أبوه وأمه. والله؟ عايز تقولي إن أنت خايف عليا وعلى ابنك اللي جاي؟ فعشان كده سلمت لهم نعيمة مش كده؟ حسن أنا فاهمك أكتر من نفسك، وعارفة أنت بتفكر إزاي. أنت فكرت في نفسك وبس، فكرت في اللي جاي، فكرت إنك هتبقى كبير البلد وإنك خلاص بقيت العمدة. مش هتضحي بكل ده يا حسن، مش هتضحي بكل ده وتخسره، مش كده؟ مش كده يا حسن؟ مش كده يا حسن؟ كده ولا مش كده؟ كده ولا مش كده؟ حرام عليك! بتعمل فيا كده ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ انت بتكذب! انت بتكذب! انت حرام عليك! فتحي شمس فيها حاجه؟ تعالي معايا يا ست فوزيه. اروح لك على فين؟ البت مفيده بتموت. وانت شفت مفيده فين؟ ساقع عليك النبي تعالي معايا مفيش وقت. استنى اجيب البرد. امشي قدامي، امشي امشي. مش فاهمه في ايه. يا نهار فين؟ شيلها شيل شيل البت. انت يا مفيدة، انت يا مفيدة، انت يا بنت، ابعد يا ابعد. انت يا مفيدة انت عملت فيها ايه؟ والله ما عملت حاجة، انا لقيت لقيتها بتصوت نفسها. يجيلك سواد يحط عليك. بنت يا مفيدة فوق يا بنت. بعد يعني يا ست فوزي، بعد يعني. اهدي بس، امشي انت دلوك. ماشي ماشي، بس طمنيني والنبي. امشي دلوك. يا مفيد ايه اللي حصل لك ده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ والد فتحي كان والد فتحي ست فوزية. انت كنتي حبلة من الموقف ده؟ ما قلتليش ليه؟ مش عاوزاه. انا اللي زي ملهاش تجيب عيال، واذا كان على عبد الحكيم فده مش منسوب لي، ده منسوب للبيت الكبير. إنما اللي كان هيجي كان هيبقى ولد فتحي ومفيدة. لا روحي ست فوزية، ما تقلقيش علي. أنا اللي زي ما بتموتش، أنا اللي زي بتعيش كتير قوي.
عشان الدنيا تمرمط فيها زيادة وتخبط فيها زيادة وتكسر قلبها زيادة وزيادة. لا يا حبت، أنا مش هروح، هفضل معك هنا. أنا مش عارفة، أنت هبلة، إيه اللي في دماغك ده؟ شيطان ليه تعملي كده؟ كنت تعالي اترمي في حضني، أنت عارفة بحبك يا بنت. ألف سلامة عليك. كنت طلبت مني طلب؟ بعد إذن حضرتك، هو رجاء مش طلب. وأنا بقى حققت لك رجائك يا ستي كريمة، أنا جبت لك الموافقة. إيه مالك؟ في إيه؟ أنا كنت فاكرك هتبقي مبسوطة. كتر ألف خيرك، أنا فعلا مبسوطة قوي ومش عارف أشكر حضرتك إزاي. هو أنا هشوفها إمتى؟ أنا هبلغك قبل الميعاد. طيب معلش، أنا بتقل على حضرتك قوي، أخبارها إيه؟ هي كويسة؟ كويسة. طيب هو يعني الميعاد ده هيبقى إمتى؟ يعني قريب، قريب قوي إن شاء الله. كتر ألف خيرك، الله يكرمك ويدي لك الصحة. أنا أسفة عملت لك قلق وإزعاج، كتر خيرك. عن إذنك يا باشا. تفضلي. عن إذنك، كتر ألف خيرك. تفضلي تفضلي. الفطار يا زينة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وإليه توكلنا، وإليه المصير. الله، يا سلام. يلا حبيبي. تسلم يدك يا زينة. الهنا يا حبيبي، لازم تفطر كويس. حاضر. خد يا حبيبي. مروان بيه موجود؟ موجود يا بيه. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا عادل باشا؟ ازيك يا مروان، عامل ايه؟ الحمد لله. انا فينك يا راجل؟ وحشتني، قلت اجي اطمن عليك طالما انت ما بتسالش، وهاجي افطر معاك، ولا تحب امشي؟ لا 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 لا، تعالى تعالى، الخير كتير. اتفضل. اقعد على الباشا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. اقعد يا زينب، راح فين؟ اقعدي. بقول لك ايه، كل فطير بالعسل، بس هو هتنجط على روحك. لا ما تخافش، مش هنجط على روحي، انا بحب الفطير بالعسل ومتعود على اكله. بسم الله. حلو مش كده؟ جدا، تسلم ايدك.